السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ مختار، مدرس الأحياء، المرحلة الثانوية، الثانوية العامة. عاملين ايه؟ أخباركم؟ كنا رفعنا ستوري على البيج إن احنا هنتكلم شوية عن مواصفات الورقة الامتحانية بتاعة تالت ثانوي السنة دي إن شاء الله. دفعة الكورونا، ربنا يعافينا يا رب ويشفي كل مرضانا ويعدي على خير إن شاء الله. باختصار شديد جدا، لأي حد علمي علوم أو أي حد عموما علمي، هنتكلم النهاردة عن مواصفات الورقة بتاعة امتحانك بتاعة آخر السنة، اللي هو الامتحان بتاع الثانوية العامة المقرر يوم 21/6. طبعا زي ما الوزير قال، خدوا احتياطاتكم، خدوا حذركم، الكمامة و و و وهكذا. يعني مش هنتكلم كتير في المواضيع دي، أنا في شوية معلومات هقولها لك علشان لما تيجي تخش امتحان بتاع تالتة ثانوي تبقى عارف انا بتكلمك عليه. مبدئيا كده اللي انا هتكلم عليهم النهارده 4 مواد بتوع المواد العلميه. هتكلم على الفيزياء، هتكلم على الكيمياء، هتكلم عن الاحياء، هتكلم عن الجيولوجيا. اي حاجه هقولها دلوقتي بتنطبق على ال4 مواد دولت. مبدئيا اي ماده من دولت ب 60 درجه. ال 60 درجه مقسمين او مقسمين على 45 سؤال. يبقى احنا عندنا في ال4 مواد دولت عندنا 60 درجه متقسمين على 45 سؤال. طب نظام الأسئلة إيه؟ والله ال45 سؤال دولت عندك منهم 33 سؤال إجباري. عندنا منهم 33 سؤال إجباري، يعني لازم هتحله. وفي 12 سؤال اختياري، هيبقى فيهم نقطتين ألف وب. فأنت يا إما هتختار ألف يا إما هتختار ب. طب تعالى اجمع معايا كده 12 و33، يبقى إحنا وصلنا ل45. تمام كده؟ يبقى احنا عندنا في ال4 مواد دول فيزياء كيمياء احياء جيولوجيا 60 درجة ب 45 سؤال، 33 سؤال اجباري و12 سؤال اختيار منهم الف وباء. الدرجات بتتوزع ازاي؟ عندك 30 سؤال بدرجة، وعندك كمان 15 سؤال كل سؤال بدرجتين. يبقى توزيع الدرجات 30 سؤال كل سؤال بدرجة، اكتب مصطلح، علل، فسر، ايا كان، وعندك كمان 15 سؤال بدرجتين، ايا كان بقى، قارن، اذكر مكان ووظيفة، زي ما هيكون السؤال. تمام. طيب الامتحان الدنيا فيها ايه بقى، او الورقة هتبقى عاملة ازاي؟ و و و المفروض انت هتحل 45 سؤال. طيب الالف والب اللي جاي لك، خلي بالك لازم اي سؤال هيبقى اختياري مكون من ألف وب هيكونوا نفس السؤال من نفس الفصل. يعني لو أنا بكلمك مثلا على السؤال رقم ألف، اكتب المصطلح في فصل التكاثر، فنمرة ب اللي معاه في نفس السؤال هتبقى برضو اكتب المصطلح بس في حتة تانية، بس في نفس الفصل بتاع التكاثر. يعني أي سؤال ألف وب نفس السؤال هيكون هو هو ومن نفس الفصل كمان. يعني مثلا مش هتلاقي في ألف فصل سؤال من فصل المناعة وفي السؤال نمرة ب من فصل الدعام، لا، هو لو انت لقيت كذا هتلاقي كذا. يعني لو لقيت دعامة يبقى اللي تحتيه دعام، ولو اللي فوق علي يبقى اللي تحت علي، لو اللي فوق قارن يبقى اللي تحت قارن، لو اللي فوق اذكر مكان وظيفة او اذكر دور يبقى اللي تحت نفس الكلام. ده في الكام سؤال دولت؟ دول المفروض في ال 12 سؤال الاختياري ألف وب. طيب أنا عارف ألف وب، طب أحل إزاي؟ أو غير إن أنا عارف ألف وب، أنا عايز أضمن الدرجة النهائية في ال4 مواد دولت، إيه المطلوب مني؟ والله الموضوع سهل، حضرتك هتخش تحل ال 33 الإجباري وال 12 الاختياري اللي هتختار منه ألف أو ب. كده أنت حليت ال 45 سؤال والدنيا تمام. طبعًا عارف إن أنت معاك ورقة أو معاك الكراسة بتاعت الإجابة فيها 28 ورقة، منهم 5 ورقات مسودة، وكمان معاك 3 ساعات عشان تحل ال 45 سؤال دولت. طب في أسئلة ألف وب أنا عارفها، يعني أنا عارف الألف وعارف الب، حلو أوي. حل الالف او حل الباء اللي انت تعرفه. تمام، يعني خلاص اخترته والدنيا بقت تمام كده. احنا هنعمل 45 مثلا، خدهم في ساعتين، في ساعتين ونص، اتبقى نص ساعه من الامتحان وانت عارف شويه اسئله من الاختياري. تقوم جاي كاتب تحت السؤال ان انا هكتب السؤال ده في المسوده وراه، ولما تروح للمسوده تقول لي ان دي اجابه السؤال مثلا الثالث رقم ب، وحل الاجابه التانيه. يعني حضرتك ما تحلش اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. بمعنى يعني انت لما انا اتكلم معاك في الاسئله بتاعه الاختياري ما تحلش الاتنين مع بعض في نفس الوقت، لا، حل الاول اللي عليك او اللي انت تعرفه والباقي سيبه للاخر علشان ما تجهدش نفسك. ادي نمره واحد، وعشان الوقت يكفي، لسبب انت لو حليت ال 12 الاختياري الف وب على ال 33 يبقى انت كده حليت 57 سؤال. طبعا 57 سؤال في امتحان 3 ساعات هتبقى الفتره قليله، مش هتلحق وهتسيب اسئله. فعلشان نضمن العمليه دي وما نقعش في المشكله دي، حضرتك بكل
يعني تفكير كبير جدا وبكل هتجيب من الاخر زي ما بيقولوا. هتعمل ايه؟ هتخش تحل ال 33 الاجباري وال 12 اللي باقيين لك، هتحل منهم الاختيار اللي انت عارفه، ولو في اختيارات تانية ده سيبه لاخر اللجنه بحيث ان انت تشوف هل لسه معاك وقت، لسه دماغك شغاله او كلام من ده، ويبقى انت حليت كده الالف والباء من اللي انت عارفه. انما ما تخشش تحل الالف والباء كله. ليه؟ علشان ما تاثرش على نفسك وعشان الوقت يكفي. طيب في ناس بتشتكي بتقول ان الرسومات عندها فيها مشكله، انا ما بعرفش ارسم و و و وكلام من ده. والله الرسومات بدرجتين، اي رسمه في الامتحان بدرجتين، مثلا علمت احياء زينا، وزي ما مستشار الماده قال الاستاذ حسن محرم قال ان والله عندنا في الدرجتين دولت درجه ونص بيانات ونص درجه شكل الرسمه. بمعنى انت البيانات اللي هتكتبها على الرسم دي لوحدها بدرجه ونص، وفي نص درجه اللي باقيه من الدرجتين دولت اللي هيبقى على جوده الرسم، يعني يا الرسمه يا اما حلوه يا اما وحشه. طب والدرجه ونص هتاخدهم على 3 بيانات، طب الرسمه عليها 6 بيانات، ما تكتب الست يا عم، انت زعلان ليه؟ هناخد لك اي 3 منهم وخلاص نديك درجه، يعني كل بيان بنص. فيستحسن ان ما تكتبش 3 بيانات وتسكت، لا اكتب بزياده عشان لو لا قدر الله في واحد غلط الباقي اتكتب، ويبقى انت ضمنت الدرجتين بتوع الرسومات. طيب سؤال الاختيار من متعدد اللي هو اختر، يعني اللي هو المفروض بقى كل الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي هيبقى عليهم السنه الجايه، نحله ازاي؟ ولو اخترت اختيار ارجع فيه و و وكلام من ده، بما ان امتحاننا لسه ورقي ما فيش نظام التابلت، فانت بالتالي عندك الف وب وجيم ودال، هتختار اجابه. طيب وانت جيت تراجع لقيت الاجابه حاجه تانية، حلو الكلام، طب وبعدين؟ هتشطب بالكامل على الاختيار، يعني انت مثلا كنت مختار نمره ب، اشطب عليه كله ولا كانها موجوده، خد عليه خط كامل كده واختار الاختيار الجديد. دي سبب، لو ظللت الاثنين هيتحسبوا لك غلط وتاخد صفر في السؤال. فانت لو كنت اخترت اختيار والدنيا مش مظبوطه معاك، خد عليه خط او يعني اشطبه شطب كده، وبعد كده ارجع اختار الاختيار اللي انت عارفه او اللي انت عايزه. ده برضو بالنسبه للاختيار. الكلام اللي انا قلته ده بينطبق على ال4 مواد فيزياء كيمياء احياء جيولوجيا. طبعا اتمنى منكم ان تراجعوا اكتر وتشوفوا دنيتكم اكتر. في رأيي الشخصي لازم ال4 مواد العلمية يتقفلوا، علشان لو لا قدر الله هننقص او على او يعني هيبقى في مقدار طبعا اكيد لدرجات ننقص او كده، نخليها في اللغات احسن، لان العربي والانجليزي دي لغات ممكن يعني زي ما بقول لك مفتوحة، بجيب لك اسئلة من اي حتة تعجبني، من اولى اعدادي تانية اعدادي تالتة براحتي، انا جبت لك سؤال في النحو وسؤال في الجرامر و و و. عندنا احنا في العلوم لا، يعني فيزياء كيمياء احياء جيولوجيا اللي عليك في الكتاب هو ده اللي هيجيلك، فلازم على الاقل نكون ضامنين ال60 درجه بتوع ال4 مواد. فلازم تشدوا حيلكم شويه، بقى اقل من اسبوع اللايف ده او الفيديو ده يوم الاثنين، الامتحان لحد الجاي اقل من 7 ايام. اعتمدوا على الله، سيبكوا بقى من الاجواء اللي حواليكم الكورونا و انت داخل مركز في امتحانك مظبط امورك، وان شاء الله ربنا يعينك وفرصتكم حلوه، لان انتم معاكم فرق كتير ما بين المواد، فرق ايام و وكلام من ده، فدي فرصه استغلوها. وطبعا في حاجات من المنهج اتلغت، فربنا يعينكم ان شاء الله، وباذن الله تروحوا الامتحان وترجعوا سالمين وتفرحونا وتفرحوا اهاليكم جميعا. دول كانوا كلمتين كنت حابب افيدكم بيهم لو كان في حد عنده اي مشكله بس في ال4 مواد دولت، بحيث انه يبقى عارف شكل الورقه الامتحانيه اللي هو داخل يمتحنها. طبعا انا معاكم على صفحتي باسم مختار فوزي غانم، موجود على الفيسبوك، ممكن تخشوا واللي انتوا عايزينه انا تحت امركم فيه. زائد بقى عندي قناتي على اليوتيوب باسم مختار فوزي، هتخشوا هتلاقوا كده كده الفيديو ده باذن الله نازل عليها بعد ما يخلص هنا، عشان لو حد عايز يرجع له. وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناه بتاعت اليوتيوب، لان يعني زي ما الناس ما طلبت او زي ما احنا هنعمل ان شاء الله، ممكن نبدا نشرح منهج ثالثه ثانوي باذن الله من الاسبوع الجاي عليها. فيلا حابين بقى دعم منكم جامد، وربنا يعينكم ويعيني ويعيننا جميعا، ونخرج من الازمه اللي احنا فيها دي على خير. سلام عليكم.